اخيرا يا جماعه الفيستا وكشخه كشخه العيد. طبعا اذا لاحظتوا ترى كلهم مطقمين. وين ميمي؟ ميمي تعالي. قررنا يا جماعه نلبس ابيض. انا كان عندي عساس حلبس فستان بيج, بعدين قلت لا لازم نطقم كلنا ونلبس ابيض. طبعا انا الوحيده اللي شويه انت زياده لون ابيض كان فيه ترى. لا بس ما حلو, مو حلو ابيض على ابيض فاهم يعني. يبغى والله يطلع حلو. والله حلو. طب لو حطيت لون فضي كان حيطلع حلو كمان. عندي لون فضي والله. اي عساس ميمي حتطقي معايا. ميمي سحبت على اللبسه انا بعجبها فلبست الفستان اللي كان جايبه. طبعا انا اول مره في حياتي البس الثوب القطري. وش رايك؟ والله طالع عليك مره حلو ولولي كيوت سو كيوت. خلاص اليوم يا جماعه عندنا العيد. اليوم هو اول يوم. اليوم اول يوم العيد. امس ما قول لهم امس ايش صار؟ ايوه قاعده ثاني وريهم الكشخه. ايوه اول يوم العيد. والله برد تعب تعب خطه في النهار بعدين في الليل شويه احسن. يا جماعه يا جماعه لما انا مرت انا عديت ادمان. وانت ما شاء الله مناعتك يعني صفر. بس يلا يا عيال بقترب الحياه. الله تعالى في رمضان وصيام ما في تغذيه زي الناس. لازم عشان كذا اقول لكم فيتامينات هذه صح. صادقه صادقه. اما انت جايت لك العدوى صديق بعيد الشر. الله الله على الكشخه. حتى ايوه كشخه معاذ. ايوه يا طلعت كذا تبيت عمالقه الله. والله طلع عليه الفستان يجنن. حلو صح ايوان مره حلو مع الطرحه طلعت ايوه والطول. حتى ارجع شوي ايوان حسيت الطول يعني كان يبغى له شوي قص بس والله حلو. نايس 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 ايوان. المهم يا جماعه الحين راح نسوي عيديات العمال. راح نحط ال تعرفون قاعد يحوس. امس راح مو امس قبل كم يوم 20,015 بقاله بس عشان يعطوه الفكات 10 15 20. المهم راح نحطهم الحين جوه بوكسات الشوكولاته وبعدين راح نطلع. ايوان هاي فاز ايوان. يلا نسوي العيديات. المفروض نسويها من اول بس يا جماعه ما فضينا. هذه كم؟ اه اوكي حتكون عشوائيه يعني في عشرينات في عشرات. اوكي عندنا هذا البوكس. يلا البوكس جواته ثلاث حبات شوكولاته وراح نحط جواته العيدية اللي يطلع له يطلع له واحده يطلع له خمسه واحده بس صح؟ ايوه اوكي. والله حماس والله مره حلو. هذه المفروض كنا نسويها نوزع على الاطفال بس هنا ما في اطفال كذا يمشوا في الشارع. احس كلهم في بيوتهم قاعدين. استني هنا الفلوس اكثر من البوكسات اتوقع. حنحط في كل بوكس اثنين لو زادت بعدين. لولي تعالي ساعدينا يا لولي. اوكي كيف العيد معاكم يا جماعه؟ وين رحتوا؟ وين جيتوا؟ ايش لبستوا؟ دخلتوا طلعتوا من غيبوبه العيد ولا لسه؟ ها حبيبي. I was thinking about that. انا اخذ الفلوس حقي في الحصاله فوق واحطه هنا. اوه ذاتس سو سويت. كاتب وما اخلي ولا واحده اعطي كل الناس المسكينين. يا حبيبي لولي يور سو جينيروس حبيبي انت. هنا في بوكس في خمسه راح احط فيه 10 كمان. اي اللي فيه خمسه. طيب انا خلصت ميمي. انت خلصتي؟ لا لسه. نعرف كم باقي؟ اوه لسه في كثير. يس. اذا حنحط في كل بوكس كمان واحدة. كمان واحدة؟ ماما هذا 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 لسه ما في. كم باقي؟ ستة سبعة. اوه لا باقي لي ثلاثة. بس ثلاثة. واحد. هذه. اوكي. 20 وهذه. انت حطيتي 20 و20؟ هذه 20؟ لا هذه 10. طيب خلصنا باقي هذول 1 2 3 4. اوكي اوكي يا جماعه كمان قررنا نفاجئ ايوان بعيديه العيد. لكن تعرفوا عاد احنا ما نعطي العيديات كذا وهدايا كذا. لا لازم نلعبهم لعبه نسوي لهم اشياء. لازم تعب الواحد. طيب عندنا ظرفين. واحد راح نحط فيه 100 درهم والثاني راح نحط فيه 500. اوكي فحنشوف اي ظرف راح تختار. ايه بس انت سوي علامة كمان عشان احنا نعرف. ايش رايك؟ لا ما خلاص انت حتعرف اول ما تفتح على طول. ماما ماما طيب لو هي اختارت ال 500 ايش حنسوي؟ يا الله ايش حنسوي يا اميرة؟ يا الله حنعطيها كذا بنتي. انا اعطيها ال 500 حنسويها كذا شايف؟
اي اوكي اوكي خلاص حيكون كذا مقوس شوي اوكي وهذه المية اوكي يلا ايوانو تعالي ايوان تعالي هلا والله بايوان تعالي تعالي لا يا ما في خوف شوفي ايوان تعالي قربي عندك هنا في فلوس وهنا في فلوس اوكي في فلوس شوية في ايش كيف اقول في فلوس كثير في فلوس شوية في فلوس 100 وفي فلوس 5 5 بيها 5 بيها لا هذا ولا هذا اختاري واحد في واحد 100 في واحد 500 وانت اختاري اوكي اوكي انا افتح هذا يلا افتحي افتحي 50 خذي 100 خذي 100 ثانية والله ردت فعلك قوية غير متوقعة صراحة والله ردت فعلك قوية بس انت كده جبت لها الحمد لله عاوش الخير والله خذ الله والله دائما لما امسك طرفين اقول جوة قلبي يا رب يا رب اختار اللي فيه وتطلع من سبحان الله اي والله من جد الاكثر من نصيبهم سبحان الله كم ريوان والله حصلت حلوة ايوان ويلكم والله يا جماعة ردت فعلك تقولي تقولي الحمد لله الحمد لله رعاها بنتي عشان تشتري لها هدايا العيد كذا هذا يا سكر انا يا اهل اندونيسيا ولا ان شاء الله ان شاء الله يا رب ان شاء الله يلا الحين لبسنا وجهزنا عشان يا جماعه نطلع ونفطر فطور العيد يعني حصار غدا مو فطور صار عشاء حتى حتى الغدا مو كذا وقته يلا بيبي جاهزه لولي جاهزه ايش يلا قومي بسرعه يلا يوار يلا هنروح هنمشي نروح ناكل فطور فطور يوار يقول عايد الحلوات عايد الحلوات ما شاء الله عليكم ما شاء الله قضيتوا على السحور ما شاء الله عليكم لسه قضينا لسه تول بدايه ما شاء الله هبرتوها هبر ما شاء الله عليكم وغدا هذا وانتم انتم جعانين لو اجل لو جعانين ايش حتسوي؟ قلت لك انا ميت جوع ما نبي نعناع في الشاحن ما شاء الله تظبط اختها ما سالت زوجها ايه كلكم اول انا اول انت انا اعرف انت ما تحب النعناع اي خلاص صح طلعتني مريم ليش هذا كذا؟ ايش الحبتين هذول؟ خمسة هذه قرن الصرصور ايش؟ قرن الصرصور لا طبيعي والله أليمة أليمة بليلتهم تجنن شايف قلت لك تجنن يا حموضة إي مرة حلوة تضرب فراغ قطة والله لذيذة إيوان ايش اكثر شيء يعجبك انت فول ولا ما مدري ايش قاعده بعيد ايش اكثر شيء عجبك ما تبغى تبغى اندومي سبان ايش سبان كبدة في عندها مندومي عجبك ايش لا 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 والله كثير الحمد لله مشكله ما في حبيبي الكرش والحين وقت ايش؟ تحلاية عيد يا جماعة عيد على فكرة ترى يعني المقصود ترى ما اعتبر تحلاية انا صراحة ما اعتبر تحلاية اعتبر اكل عادي والله
والله من جد صح حلو كيف فنان مع كونفليكس ان شاء الله إيه لازم كونفليكس صراحه والله يعطيك كذا قرمشه مره حلوه احس القرمشه في الحلا كان طعمها لذيذ خلاص اجل عيد احنا ما نهتم على اساس انك انت والله في رمضان كنت اهتم شويه بالاكل شويه هذه شويه قديش هي